الشعارات ديالكم وكنشكركم على شعارنا الخالد الذي هو دائما يسير رفيع عروقنا. الله الوطن الملك. نعم ايها الاحبه الكرام، انا غادي نوضح لكم واحد النقطه لتكون على علم باش تعرفوا جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايد رجل حكيم. عسى الملك عسى الملك ورجل في قدر المسؤوليه التي كلفه الله بها تجاه شعبه العزيز. جلاله الملك شكل مجلس الوصايه على ارض السلاليات. وهذا مجلس الوصايه شي واحد يدخل الجسم الأراضي السلالية وإلا له حق محرمة على غير ذوي الحقوق. هذا باش تطمئنوا، وهذا مجلس الوصاية باش تشوفوا الحكمة ديال صاحب الجلالة أيده الله ورسوله. عاش الملك عاش الملك. ماشي غير كيحبينا حنايا اللي حاليا، لا مجلس الوصايا مرات بيحمي حتى الاجيال الجايه باش تعرفوا ديالكم مقصونه بالقوانين، مقصونه بالفصول، مقصونه بالدواهر الملكيه. لا نقبل للجبن ولا للتخلي عن شبر من ارضنا، لان واثقون في ملكنا يوافقون في الملكية الدستورية. عاش الملك. حقكم مقصود، ومن خلالكم غادي نخاطب واحد العدد ديال الناس اللي باقي كيسوق لهم البرد فوق الفصول. نحن واقفون على ارضنا والجو كما ترون باردا قارسا، ونساؤنا امامكم واطفالنا امامكم. والله الذي لا اله الا هو لن نعود الى مساكننا الا بارضنا والا عن نفسه. نعم البرد قارس، نحن على ابواب فصل الشتاء، لكن نحن مصممون وعازمون على حقنا، ونحن في دولة ديمقراطية يقودها صاحب الجلالة الملك. وانا رسالة لمن تسولت له نفسه اننا غادي نعياو، والله ما نعياو، لان قوتنا مستمتة بالله وبعدالة قضيتنا وبملكيتنا الدستورية الحبيب. عاش الملك. نعم أيها الأحبة، كنحييكم لأن أقدر وأثمن مجهوداتكم في هذا البرد القارس، وأرى أمامي البراعم فلدة أكبادنا حينما يغادر القسم، حينما يغادر القسم يلتحق إلى أمه وأبيه فوق الجبل. أشكر نساؤكم الذين الآن مصممون ومعكم وبجانبكم في قضيتكم العادلة. سلامي لكم وتحيتي لكم وانحناني إليكم أيها السلاليات. نعم أيها الأحبة، كنا نسول الدرجة باش تسن منتيني ونا غيتفار نكاي وكال نغيا ويد الوثيقة دامي غاتفندو الوثائق اللي عندنا نعطيوه.
لكن تدرتي وقادرتني تسند لي غترت لي تمية. والله قلت لي تمية وفن رون كنور تسوي من الغدير يوروا النون. ما توكلوش الحرام لولادكم لان هاد الارض لاهلها وعندكم الشهود في الاباء ديالكم والاجداد ديالكم وعاودوا لكم كما عاودوا لنا والدينا واجدادنا. نقدركم ونحترم الجور معكم ونحترم المواثيق التي ابرمت مع من سلفنا مع سلفكم. لكن احبتي راه هادشي اللي درتو راه ماشي معقول، راه ما يمكنش تاكلوا الشرف ارض ديالهم غصبا. لا يمكن ايها الاخوه، استعملوا شويه الذكاء ديالكم واستعملوا شويه الفهم ديالكم. راه عيب باش تردوا لنا حنا الشرفه جبنا، راه والله ما تجبنوا. ولهذا رسالتي اليكم، فهموا هذا الشيء اللي كنقول لكم. هاد الناس اللي طلعوا هنا راه طلعوا عن قناعه، وطلعوا هنا عن اراده، وطلعوا هنا عن قضيه هي قضيه الارض. ها ولادنا ما عندهم فين يسكنوا، احنا مقبلين على فصل الشتاء. فصل الشتاء الماضي بمحاضر الوقايه المدنيه نزلوا الدريه فوق جوج خشبات. ولا نريد ان يتكرر الامر، ونحن لسنا عبئا على احد ابدا. لأن ارضنا لنا ملكنا، غفر الله لمن ترك لنا هذا الارث، ولكن نريد ان نكون اخوه، لان نحن هل تزرين ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا. ولكن ما يمكن شيء ما يا احبتي فهموا الكلام. كانت تزارين كتعيش واحد التلاحم واحد التراحم، ونحن الشرفة جزء من هذا التراحم والتلاحم اللي عاشت هذه البلاد السعيدة منذ عقود. لكن الآن لا يمكن أن تستمر الحالة كما هي عليه، لأن هناك ظالم ومظلوم، والظالم لا داعي لذكره، والمظلوم هما الشرفاء. المظلومون هما الشرفاء. أسمعها أيتها السلاليات، نعم عاش الملك في كل وقت، عاش الملك عاش الملك. اللهم نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنصر أمير المؤمنين، وأن تحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، وأن تحفظه بسبع المتاني من القرآن العظيم. اللهم كما أكرمتنا بخليفتك في أرضك وفي بلاد المغرب ملك الحكيم، وفقنا لنكون مواطنين مخلصين. اللهم ارزقنا حبك وحب مليكنا وحب وطننا. عاش الملك عاش الملك. نعم ايها الاخوه، كما يكون في علمكم اننا الان واقفون، وكما اكررها والجو يعبر عن نفسه، لا من ناحيه البرد ولا من ناحيه تعب ولا من ناحية فصل الشتاء بالإجماع. لكن نحن لا تحبسنا فصل الشتاء ولا فصل الخريف ولا فصل الربيع، لأن قضيتنا عادلة وسنخوض غمارها إن شاء الله. وأنتقل بمسامع حضراتكم إلى أخي وصديقي جنرال. سؤال يوم الأخضر.
أيها المناضلين الأحرار، أيها المناضلات الحرائر، تنتمناو أنكم تبقاو متثبتين واحد الشعار اللي تنقولو ديما، وهي السلمية والمطالبة بالحقوق ديالنا كاملة. أقول لمن سولت له نفسه أن أرض أيتم ولا بوعزة، أرض يمكن تقسموها، ما تحلموش الأرض ديالنا بالوثائق ديالنا. اللي عنده شي وثيقة بحال ديالنا يجيبها، اللي كيتسلينا شي حاجة، حنا راه ما نخرجوش هنا إلا وحقوقنا كاملة. ما يمكنش أبدا، كنقولها وعاود نقولها، وقالها الأخ مولا العربي وكيقولها الجميع، أننا غرام واحد من هاد الأرض هادي. عاش الملك. هاد الأرض هادي هي أرض خلاها مولاي بوعزة بن دريس لهاد الورثة اللي تتشوفوا قدامكم. ما يمكنش نتنازلوا على شبر منها، وما يمكنش نخرجوا فوق هاد الأرض عندك شي واحد يسول ليه راسو باللي احنا غادي نعياو ولا احنا غادي نستسلمو. ابدا، احنا فوق هاد الارض هادي حتى نشدو الحقوق ديالنا كاملة.